بالنسبة للمقابلة يعني كانت مناسبة طيبة، كانت تمثيل ديالنا من طرف جمعية ديال الأطباء اللي والفريق ديالهم، وكيتوجد فيه بالمناسبة السيد وزير العدل السيد الرميد. عرضونا لعبنا مقابلة القدم، يعني مقابلة في كرة القدم لا تحبية، ولكن السيد الوزير ما قاسو حتى شي واحد. وخير ديال السيد وزير العدل، يعني إلا قستي غير مواطن عادي. ما بالك بالسيد وزير العدل؟ لا بالعكس، السيد وزير العدل كان إنسان شعبي، كان إنسان يعني متواضع، دوزنا معه فترة جميلة ورحب بنا كذلك. وبالنسبة للعطب، هو كان وقع لي واحد التوعك، غير بالمناسبة وقع لي توعك غير بوحدو، ربما بحكم كما كيعرف الجميع ان الانسان ما بقاش يعني ما كيمارش مثلا واحد المده طويله، وواحد النهار كيجي كيلعب كره القدم يعني صعيب عليه باش يقوم بحركه يعني سريعه بدون يعني تسخين، وبدون كذلك بدون انه ما يكونش خدا يعني تمارين قبل. كيوقع لك توعك، وكيوقع دائما في بدايه المقابله تيوقع، يعني غير يعني في بوحدو، ظرف هذيك 10 دقائق 5 دقائق 10 دقائق يقدر يوقع لك العطب. يعني غير لا لا بالعكس، ما قصد حتى شي واحد، وحنا ما تنقيصوش كاع الناس اللي هما يا قباح واللي هما كيضربوا كاع كل شيء، ما تنقيصوش. هذا السيد، لا السيد وزير الله عمر، هذا ظريف وانسان كما قلت لك متواضع، وانسان تيحب الناس. انا صراحه تيحب الناس، وهو فرحان بالمنصب ديالو لانه جا المنصب، ماشي كونه ولا وزير فرح بهذيك المنصب، لا فرح بانه هو بغى يلبي يعني طلبات المواطنين. هو تيقول بانه يعني جميع يعني الوزاره ولا جميع الحكومه اللي هي الان موجوده على راس يعني على راسهم سي بن كيران، يعني الناس كلهم فرحانين انهم جاو، والكلام قال لك اللي قالوه راه ما غيكونش غير كلام ان شاء الله، وانما غادي يتطبق ان شاء الله، ويحاولوا ما امكن. ولو حنا راه كنعرفوا جميع بان المساله ماشي سهله، وكاين يعني ملفات كبيره وكبيره وكبيره بزاف وشائكه، وكاين الروتار، كاين بزاف د الحوايج. غير هو اللي كاين خلاها سي بن كيران، قال لك حنا اللي دق نجاوبوه، واخا ما يكون والو نجاوبوه، ولكن نقولوا ليه كون خليو ليه الامل، نقول لك بون السيمانه الجايه، نقول لك الشهر الجاي، نقول لك العام الجاي، ولكن نجاوبك، ماشي هي الدق ما نجاوبكش. وهذا شيء جميل، يعني نتمنوا على الله انه يعاونهم كاملين، ونتمنوا ان شاء الله الشعب المغربي يتحقق عليه كل ما تمناه ان شاء الله، بفضل صاحب الجلاله وبفضل الحكومه الجديده، ونتمنى ان شاء الله السلسله تدور في المغرب، والاشياء ترجع، كل حاجه ترجع لمكانها يعني الصحيح، ويعني تدور عجله المستقبل الجيد ان شاء الله. ودابا ما خلاشنا الفرصه يعني نكتشفوه يعني واحد 100%، خدا كره خداها وردها مزيان، المهم استقبال الكره وعاود خرجت من رجله، خرجت مزيان، هذا هو ليسونسيال. سي اس انما كاين، غنقول لك كاين، ولكن نتمنى ان شاء الله انه يشيط له شويه ديال الوقت، يدير شويه التمارين باش يكون يعني العضلات ديالو تكون تستحمل اي حركه يعني دارت في المقابله، تستحمل على العضلات ديالو.